بياكل موزه وبكبه. قال لي الشيخ الله ما حدا عم ياكل موز، هذا ايام 2005، هلا الموز ب 13000 15000. فكب القشري مارق واحد شو زحت، او يمكن يكون موتو حتى صائب، سبحان الله طلع افلام اشتعل زحتت معه. طب ما هذا اذى، ليه كبيتها بنص الطريق؟ ليه شرب شيء ازاز عصير او كذا كمان راح رماها بالطريق كسرت، وقع واحد نزلت ايده تاع قطبه.